يقول نشطاء عراقيون إن الحكومة تطارد مثل هذه العوائل، ومن يعيل نفسه من خلال إنشاء البسطيات والأكشاك ليسترزق منها بدلا من حل هذا الموضوع جذريا والوقوف على أسبابه، حيث ألقت الشرطة القبض على مجموعة من الباعة المتجولين في الكاظمية ببغداد واحتجزتهم مع بضاعتهم في مشهد وصفه المتابعون على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي أنه مشهد قاس جدا.